فيديو بقى مهم، معرفش الفيديو جاهز ولا لأ، ما قلتليش. الفيديو جاهز يا ها؟ جاهز؟ طب ماشي، رد عليا. ماشي، عقبال ما يجهز الفيديو. المباراة اللي جاية للنادي الأهلي مع المصري يوم الجمعة الساعة 9، هي مباراة مهمة. خلي بالك، هو الأهلي قريب بنسبة 95% من الدوري، لكن ممكن في يوم وليلة لو أنت اعتمدت على كده الدوري يروح منك. هو الفرق 7 نقاط، فاللي أنا بقوله ده مش منطقي شوية، لكن بيحصل في الكورة، بيحصل في الكورة. إن الأهلي لو خسر مصري وبيراميدز فاز زمالك في نفس الوقت يوم الجمعة، فالفرق هيرجع 4 نقاط. الأهلي عدد مبارياته أكتر من بيراميدز اللي ناقصه تقريبا 4 5 ماتشات في الدوري، فبالتالي فرص التعثر موجودة. فلو ما فضلتش مركز لآخر ماتش أو لغاية لما عدد النقاط ما يساعدش بيراميدز في إنه يحصلك، فممكن تخسر الدوري. بس ده صعب قوي يحصل مع الأهلي الأمانة يعني. طيب الفيديو بقى ده، تعالوا نروح نسمع الفيديو كده ونركز فيه مع بعض عشان نرجع عندنا تعليق مهم عليه يعني. يلا بينا. أعرض الفيديو وأنا بتكلم بقى، لأن حضراتكم اللي شايفينه ده جمهور بيراميدز اللي كان موجود في المباراة بيساند بيراميدز النهاردة، زي ما حضراتكم سمعتوا بيردد هتافات جمهور النادي الأهلي، بيردد هتافات جمهور النادي الأهلي. فده إن دل يدل على إن يا جماعة الجمهور لا يشترى، الجماهير لا تشترى، مفيش حاجة اسمها كده. انت لازم تركز على انك ازاي تبني لنفسك قاعدة جماهيرية مبنية على حب النادي والكيان وكلام من ده، ولازم يكون عندك حاجات تقدر تبيعها للجمهور عشان يحبك. لكن ان انت تشتري جمهور هيغزلك، صعب قوي يا جماعة.